السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا خير وعلى خير. إذا خوتي بعد ما كملنا مع الكباش وكملنا مع الأبقار كذلك نديروا فيديو خاص بالماعز، وخوتي راني نمشي لكم في المكان اللي خاص يعني ببيع خوتي العلف الخاص بالمواشي. خوتي ما نحبش نسقسيهم باسكو كاين بزاف اللي ما يحبش يمدونا الاسعار، يعني اعدلونا على الشيء هذايا. نمشيو فقط ونتكلموا باش ندوروا في السوق هذا باش تشوفوه. هذا الفيديو راح يكون خاص خوتي بالماعز. اذا دوك نبداو نشوفوا السلعه اللي متواجده هنايا ونشوفوا لكم الاسعار خوتي، اذا ممكن كذلك نجيب لكم ارقام الهواتف خوتي. بالمناسبه كما قال خونا ديديكاس الناس باللوطه خويا العزيز، صحيت بارك الله فيك، صحيت خويا ربي يقدرك، صحيت خويا. اذا خوتي دوك نبداو نشوفوا السلعه اللي متواجده في الماعز، قلت لكم هذا الفيديو خاص بالماعز خوتي. بالمناسبه اليوم رانا الجمعه 2 سبتمبر 2022، اذا خوتي نبدا مع اخونا لهنايا. اول سلعه لهنايا اللي جابها لنا في الماعز جاب لنا هذوما في الصانين، شوف الله يبارك خوتي ما شاء الله. خوتي دائما الماعز يعني يعجبني الفيديو تاعهم، لان الماعز راه يعني صراحه شوف هذوما يعني هذو في الحر هذوما ولا حاجه في الحر خوتي راكم تسمعوا الله يبارك. كاين ناس اللي وصلتني على الصانين يعني راه متواجد هنا كذلك الالفين، سمحوا لي خوتي الالفين راه متواجد هنايا في سوق الاربعه. ودوك هكذا شحال سوا شيخ؟ مسوش هذو اعطيني 16 مليون بولادهم ولا وحدهم؟ بولادهم خوتي يعني عندهم زوج هكذا مليك وكاين هكذا. والحليب شيخ شحال يلحقوا ان شاء الله؟ والله ما حلفتهمش يعني خوتي الله يبارك راه طالب فيهم شيخ بارك الله فيك يعطيك الصحه ربي يعينك في جونتي. عندنا كذلك عندنا المعزه هذه الله يبارك، شوفوا ما شاء الله خوتي. بالمناسبه خويا وحبيبي هذايا خوكو صفيان الله يبارك راه زعفان قال لك يا خويا خلي نشوف روحي بالتلفاز خوتي. بالمناسبه يخدم لنا يعني سلعه الله يبارك، يجيبوا لنا الماعز ما شاء الله خوتي. دوك نشوفوا السلعه اللي عندهم يعني ما شاء الله خوتي، متواجدين كل جمعه هنا في سوق الاربعه هكذا باش تشوفوا عليهم يعني كي تجوا ان شاء الله تلقاوهم هنا في السوق تعرفهم يعني المكان راه باين خوتي. نبداو بالسلعه هذه شوفوا هذه عندنا سلعه من هي الله يبارك شوفوا معليش احنا نحوسوا فيها ما شاء الله الله يبارك. شوفوا خوتي كذلك تهمنا عتروس الله يبارك عتروس ما شاء الله عليه الصلاه والسلام صراحه خوتي والله غير ما شاء الله الله يبارك خوتي. نتمنى تزوروا يعني اجواء سوق الاربعه باش تذوقوا يعني الحلاوه هذه خوتي، لانه كاين ناس ما شاء الله ناس اللي خوتي تخدم هذه هي يعني صافي لا لا صافي فليزير والله غير صافي فليزير خويا العزيز. وقت شحال سوى العتروس هذا شحال دار؟ شحال يا شيخ؟ 35 يعني 3,500,000. بالمناسبه نكملوا كاين زوج ثلاث معزات هذوما الله يبارك شوفوا خوتي ما شاء الله مع اخينا الله يبارك نحيوه بالمناسبه. وقت شحال سوى شيخ؟ 3,200,000 في ثلاثه يعني نقدروا نقولوا مليون للوحده الله يبارك خوتي. بالمناسبه نكملوا دائما مع اخونا اللي قلت لكم يعني عنده ثلاث معزات هذوما ما شاء الله اللي يعني نقدروا نقولوا سوا مليون للوحده، ومع العتروس يعني ما شاء الله الله يبارك. كذلك المصغر جابنا العتروس هذا المعزه هذه الله يبارك صافي بليزير. شحال دارت هذه خويا؟ 27 الله يبارك ما شاء الله خوتي والله غير نصيحه زوروا سوق الاربعه سيرتو محبين الماعز يعني كاينه سلعه ما شاء الله. نكملوا دائما مع خوتنا لهنايا اللي راحوا تشوفوا خوتي السلعه متواجده الله يبارك هكذايا خوتي الله راس بون دي فوا تلقاو السلعه يعني كاين دي فوا تكون ناقصه شويه، والمهم يعني كي تجو كاينه كاينه سلعه كاينه سلعه حاب تجيب خوتي. بالمناسبه مع خونا يعني اللي شفتوهم دوكا البوينان خوتي يعني السلعه اللي حبيتو راهي متواجده. اذا خوتي مع خونا لهنايا او يقول لكم صانين في الحر خوتي يعني واش عنده مواصفات عنده؟ عنده مواصفات خويا لازم شوف الله يبارك خوتي صراحة قولوا الله يبارك باسكو شغل الكبش يعني صراحة يعني شغل يعني راه قد الكبش الله يبارك. وهذا شحال يكون السن تاعو هذايا؟
سداس هذا هذا في سداس اسم هذا يروح في حل ولا يروح في حل كيما يحبوا يا الله يبارك خاوتي انسان اللي يحب يخدم به عنده نعجات خاوتي يدي في حل كيما هذا يعني صراحه عندك ما تخدم به الله يبارك ما شاء الله وشحال سوا هذايا عطاو 5 عطاو 5 ملايين خويا لا 5 ملايين عطاو 6 مليون خاوتي البيع مازالوا بعيد خلي مازالوا بعيد خويا لا مازال بعيده الله ما تبعش بهذيك السومه ها راسه الله داكو شحال يلحق في فريبش المشاهدين يا اخي يا خويا الحق 7 ملايين 8 7 ملايين 8 ملايين راكو تسمعوا خاوتي وكذلك يعني اللي راهم يتبعوا فينا على بالي بلي عندكم خبره في المعز راكو تعرفوا يعني سلعه وقولوا لنا في التعليقات يعني راك تشوفوا ما شاء الله خاوتي صراحه حاجه الله يبارك شابه بزاف عطاو 5 ملايين خويا العزيز بارك الله فيك ويعطيك الصحه سي جونتي خاوتي صراحه الله غير واحد الميزه اللي خلى هذا خاوتي ذكر يعني ولكن شوفوا قالكم يعني يحلب شوفوا الله يبارك سبحان الله خاوتي صراحه يعني هديه الله يبارك خاوتي يعني ما شاء الله الله يبارك يعني خاوتي يعني انا ما نعرف جامي سمعت بالعفسه هذه ولكن هاكم تشوفوا هكذا اخونا يعني خاوتي بالحليب يعني يشربوا عادي حاجه الله يبارك بارك الله فيك خويا العزيز يعطيك الصحة كان يرضع كان يرضع ودوك راه شداش بارك الله فيك يعطيك الصحة خويا العزيز كان يرضع ودوك راه خاوتي شتو يعني حاجة اللي الله يبارك خاوتي يعني ما كنتش على بالي باللي عتروس هكذايا يحلب ويشرب من نوع تشرب من نوع الحليب الله يبارك بيان سير خاوتي كذلك ما على باليش تعمل الله غير ما سقسيتش مين با وراني الكاميري خاوتي انا لازم نسقسي باش نسجل ولكن كذلك راه كاين سلعة لهنايا الله يبارك عند خونا ربما راهم لهيك نشوفوه وندوزو عند خونا هذا الله هنا السلام عليكم هاي خاوتي هاوليك خونا السلام عليكم صافا خونا لاباس بيان الحمد لله شوفوا خاوتي الله يبارك شحال شابة ما شاء الله هذه معزة يا اخي خونا الله يبارك خاوتي هذه ان شاء الله يعني على ميلاد راح تولد وشحال سوات هكذايا 4 ملايين خاوتي وعدنا كذلك هذه يا خاوتي هذه كاش حليب ولا والو هذه عندها بناتها الله يبارك وش حتحلب ان شاء الله زعما هكذا يا خونا ربي يعلم ما سيتاش انت يا ايوا داك بارك الله فيك خوتي اذا يعني خونا قال لك شاريها ماشي رزقه دائما خوتي نحيي خوتنا اللي يخدموا هكذايا صافي ان غرون بليزير وهذه سوريا يعني شتها الاولى اللي هاي 45 ما شاء الله خوتي اللي يخدم في الحلال انا دائما نشجعوا هذه هي خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه خويا العزيز السلام عليكم خونا واش راك كذلك عندنا السلعه هذه الله يبارك واش راك خونا صافا لاباس هذه على ميلاد هلا خونا تكون دافعه تكون دافعه هذه نشوف كرشها يعني راهي شويه ولكن الله يبارك شحال سوات هذا خونا طولوا فيها 46 جمله في 46 جمله في سجل هذا في حل هذا الله يبارك وهذه معزه الله يبارك خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه سي جونتي خويا ناجا نزيد نروحوا معليش بالمناسبه نديروا النعجه كذلك وهذه النعجه راهي على ميلاد الله يبارك عايش 34 سواد 34 اخي واش راك لاباس راك بلا بخير الحمد لله خوتي كذلك خونا جاب لنا السلعه هذه جاب لنا الفحل هذايا الله يبارك يعني هذا في الظلمه ما يبانش هذا شحال يكون في العمر خونا هذا السن تاعو سداس الله يبارك سما يروح فحال هذا ان شاء الله خوتي شباب هذا تاع البلاد يا اخي عربي وعندنا المعزه هذه يا راكم تشوفوا دافع على ميلاد ولا مازال مازالها جديه صغيره الله يبارك شابه شحال سبات خونا عطاو 25 يعني جملين ونص والفحل هذا شحال سوا نعم 27 بنت خوتي دائما نقول لكم ان شاء الله تزوروا سوق الاربعاء لانه والله غير يعني سلعه متواجده بكثره الله يبارك ما شاء الله صحيت خويا لاز بارك الله فيك اذا خوتي كذلك خويا واش راك صافا بيان سير صافي بليزير خوتي اذا رانا نخدموا على كل حال وانا مع المصغر راح يدير معنا سيلفي يعني هكذايا باش نحيوا خوتنا اللي خوتي اللي يشوف قناه ناصر تي في في السوق ولا ماشي كامل المشكل حنايا نحيوا كامل الناس ونصوروا معك من الناس رانا عباد كيما انتوما ماشي كامل مشكل اذا هاوليك خوتي هكذايا بارك الله فيك صحي خويا سي جوندي نكملوا مع خونا خونا شحال سوا هكذا جمله 14 مليون و700 الله يبارك خوتي خونا نقول لك بارك الله فيك وربي يرزق سي جوندي يعطيك الصحه اذا
خوتي كذلك مع خونا اللي نحيو بزاف ناس يعني كي يكون نمشي في السوق يعرفوا قناه ناصر تي في. صافي ان غران بليزير يا خويا الله غير صافي ان غران بليزير. حنا خوتي دائما نتعبوا ونشقاو يعني على جالكم باش نلحقوا لكم حاجه حيه يعني هكذا. يا كاين ناس يعني اللي قال لك خلاص شغل وليت مدمن على قناه ناصر تي في يا خويا. لو كان الجمعه من السوق رانا شغل ندخلوا انا بصح من بعد عاد تزيد تشوف. صافي بليزير بارك الله فيك خويا العزيز راك تسمع يعني صافي بليزير. هادو ما كامل نعجات بليتو معزات كامل كامل لايف كاش حليب ولا حاجه خفيفه الله يبارك ما شاء الله. وشحال حقو السير تاعهم هكذايا؟ الزوج هذه هذه مقرانين هكذايا شحال دايروا؟ الله يبارك عندها جديه وهذه عندها جديه ماشي 5 ملايين في زوج ما شاء الله الله يبارك. صافي بليزير خوتي مع خوتنا لهنايا كذلك فيديو عمك ناصر خوتي كذلك هذيك هكذايا مع الفيلم الصغير لهنايا قولهم قولهم صافي قناه ناصر تي في دير ناصر راه زعفان راه زعفان صحيتو خوتي دائما قناه ناصر تي في يعني قلت لكم يعني قناه بوبيلار ماشي كامل مشكل. خويا العزيز نقول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحه سي جونتي خويا العزيز ربي يحفظ لك الولد ويعطيك الصحه يا ربي اللهم امين صحيت خويا هكذا سلام. هادو ما هادو ليك تجر ماشي مشكل وهادو ما سوا كذلك 48 خوتي يعني الله يبارك ومازال خويا يعطيك الصحه. اذا كذلك خوتي والله غير مازال نخم في واحد الظاهره يعني اللي اعتروس يحلب انا ما كنتش على بالي بها يعني اي أيوة والله الاعتروس ماشي معزه هذيك خوتي يعني اعتروس ويطلق الحليب عادي يعني خلاني السيد راح تشوفوا هذا الشيء في الفيديو. والناس اللي تعرف الشهادات تجاوبنا في التعليقات انا لا بريمير فوا اللي نسمعها. مو هذو معزات يا اخي الله يبارك شحال سوا هكذايا 16 وهديه 12 كاين سلعه كذلك خوتي راكم تشوفوا داخل السياره الله يبارك خوتي يعني سلعه ما شاء الله مع خوتنا لهنايا هكذا كذلك كاين معيزات من النار راهم ما على باليش تعمل ولكن هكذا باش تشوفوا سوق الاربعه خوتي محبي المعيز حتى الابقار حتى الكباش حتى الاحصنه زوروا السوق هذا اللي كل جمعه راه جاي وسط مدينه الاربعه يعني خوتي باركين كاين ستاسيوني خوتي بلاصه ما شاء الله ما كانش الريس ما كان نسرقاني والو. اذا زوروا المكان هذا خوتي دائما قولوا بسم الله ما شاء الله الله يبارك يعني ربما اجمل معزه هنا في السوق شوفوا الله يبارك ما شاء الله صراحة. هادو شاميين أخي شاميين في الحر هادو ما خونا الله يبارك ما شاء الله صراحة شابة بزاف. هادا عتلوش لا مازال مازال صغيرة الله يبارك جدية سمحوا لي. وكذلك خوتي شوف اليوم قال لي راه شتي معزة الله يبارك. إذا يعني طحت في بلاصة شابة بزاف يعني طحت في بلاصة الله يبارك شوفوا خوتي الله يبارك هادو ما يعني ربما يعني هاو التمييز تاعو خوتي شوفوا الودن وربما يزيد طوالو يا اخي يزيد طوالو الله يبارك شوفوا كذلك شوفوا ما شاء الله هاي بنتها هاي بنتها وهاي ليك هذه هي يماهم خوتي شوفوا الله يبارك ما شاء الله وهاي ليك سلعه لداخل شوفوا خوتي الله يبارك. انا قلت لكم يعني حاجه الفيديوهات اللي عجبوني كامل خاوتي نحب الماعز ما على باليش علاش يعني كي نكون نصور في الماعز يعجبني الحال صراحه لانهم يعني فيهم واحد الامبيونس ما شاء الله الله يبارك. ودوك هذه تباع واحد هكذا شيخ لا لا اسمع لازم عيماها لو كان بالبيبرون ولا لا لا واحد طوز جملين واحد جملين الله يبارك ما شاء الله كنت تسمعوا خاوتي وحده زوج جملين خاوتي دائما الله راس تكون غاليه خويا نقول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحة خويا العزيز وخونا الأحصنة ثاني بارك الله فيك خويا. إذا خوتي كذلك مع خونا لهنايا جاب لنا المعسات هذا وما وجدي هذا الصغير راهو يضرب ولا جدية هادية شتيه أه شتيه يا وراه تضرب خوتي أي ضرب في يماها وقيلة صيفا مروان بنتها يا أخي خونا الله يبارك شحال سوا هكذا خونا الجملة هذه سوا ها؟ سويت هذه 1500 ما شاء الله. إذا خوتي هكذا ربما ندرنا لكم يعني جزء هدايا اللي خاص بالماعز شوفوا خوتي الله يبارك هذا شتي يعني والله يضرب في ما هكذا لا ماشي ما ها؟ أكو تسمعوا ماشي ما سي بور سا راهي تحقر فيها مسكينة. إذا
خاوتي هكذا يا درنا لكم نظره كذلك يعني كان فيديو رائع. نسقسيو الشيخ لي زونسيان بالك لا يعرف الشيخ. نسقسيك حاجه باش نكوبي الفيديو. اسك تعرف بلي انت العتروس يحلب؟ كاين عتروس يعني خلعوني اليوم سيد عبد العتروس لا بعتروس وكان يبيعوا الحليب تاعو في الثمانينات. بارك الله فيك يعني الناس كذلك تعرف كان يحلب العتروس اللي يبيعوا الحليب تاع العتروس. والله ما كنت على بالي بها يعني سبحان الله. اذا معلومه جديده خاوتي ربما اللي ما يعرفوش يعرفوا لي زونسيان يعرفوا كيما نتوما يعرفوا يعني يحبوا الماعز ولكن كيما الناس لا بريمير فوا اللي سمعت بها. انا قديم في السوق هنا قاعد فيهم. الله يبارك صافي بليز ربي يطول في عمرك خويا العزيز. اذا خاوتي هكذا نقول لكم تهلاو في رواحكم. قناة ناصر تي في تحييكم. السلام. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.